بنبارك حضرتك وان شاء الله تبقى حاجه كويسه وتبقى بدايه ان شاء الله وحضرتك نعمل حاجه كويسه مع بعض وكلنا بنبارك لك يعني كلنا كلاعيبه كلنا فخورين ان احنا معانا. اتمنى باذن الله ان انا اشوف منكم لعيبه تلعب في الاولمبياد ده والاولمبياد اللي جاي وتبقى اكتر وتبقى بعد كده مدربين واداريين وتعملوا مش عايزين ننسى وبقولها باذن الله الكابتن معتمد هو برضه هيبقى اول مدرب في 2 اولمبياد ورا بعض. باذن الله ربنا باذن الله تكون ده مسار لكم كلكم ونشوفكم كده ابطال وراجعين بحاجه ما اتحققتش قبل كده للكره المصريه. كلكم تاريخكم.